انتظار القرار. البحث في طلب اللجوء يستغرق عدة شهور، لذلك فإن الانتظار عبارة عن جزء طبيعي من العملية. نتحدث في هذا الفيديو عن كيف تتم صناعة القرار في دائرة الهجرة، والسبب في ذلك أن صنع القرار يستغرق وقتاً. ماذا يحدث لطلبك بعد المقابلة بخصوص طلب اللجوء؟ بعد المقابلة بخصوص طلب اللجوء، ينتقل طلبك إلى طابور الانتظار للتداول لدى دائرة شؤون الهجرة. تقوم دائرة شؤون الهجرة بالبحث في الأدلة والمستندات التي قدمتها قبل صنع القرار. بالإضافة إلى ذلك، تقوم دائرة شؤون الهجرة باستيضاح البيانات المعاصرة الخاصة بالدولة، وبناء على ذلك الوضع في بلدك. من الممكن أن يتم إعداد اختبار خاص باللغة لك، يتم أثناء الاختبار تسجيل كلامك، ويقوم الخبير بعد ذلك بتحليل كلامك. الهدف من التحليل اللغوي هو التأكد من أنك من المنطقة التي أبلغت بأنك منها. التوضيحات الإضافية. إذا كانت دائرة شؤون الهجرة تحتاج إلى معلومات إضافية منك بخصوص طلبك، فسترسل بهذا الخصوص رسالة إما لك أو لمساعدك الحقوقي. بإمكانها عند اللزوم دعوتك إلى مقابلة جديدة أيضاً. إذا أردت أنت نفسك أن ترسل توضيحات إضافية بعد المقابلة مع دائرة شؤون الهجرة، فتحدث بخصوص ذلك مع مساعدك الحقوقي. إذا لم يكن لديك مساعد، أي محامي، فبإمكان مركز استقبال اللاجئين عند اللزوم تقديم المشورة بشأن كيفية إرسال الملحقات إلى دائرة شؤون الهجرة. فترة التداول. يجوز أن تستغرق فترة تداول طلب اللجوء كحد أقصى 6 أشهر بعد تقديم الطلب. إذا لم تتمكن دائرة شؤون الهجرة من إصدار قرار بشأن طلبك خلال هذه الفترة، فسوف ترسل لك رسالة موجود فيها تقييم جديد لفترة التداول. إذا لم تحصل على الرسالة، فأبلغ مساعدك الحقوقي أو العامل في مركز استقبال اللاجئين بخصوص ذلك. فترة 6 أشهر للتداول تمس فقط أول قرار تصدره دائرة شؤون الهجرة. لا تمس نفس فترة التداول المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، ولا تلك الطلبات التي تمت إعادتها إلى دائرة شؤون الهجرة لتتداولها من جديد. لماذا تستغرق معالجة الطلبات هذا الوقت الطويل؟ من الممكن أن تتأخر فترة معالجة طلبك للأسباب التالية. مجيء الكثير من طالبي اللجوء دفعة واحدة. هناك الكثير من الأشياء المتوجب استيضاحها بخصوص طلبك. قدمت معلومات جديدة بعد المقابلة وتتطلب أن يتم استيضاحها. تريد دائرة شؤون الهجرة أن تتأكد من أنه تم استيضاح جميع الأمور الأساسية، وتم تقييم أن القرارات وفقاً للقانون. أعمال الاستيضاح الدقيقة تتطلب وقتاً أكثر، ولكنها مهمة من ناحية حمايتك من الناحية الحقوقية. أسباب طلب اللجوء لطالبي اللجوء مختلفة، واستيضاح بعض الأسباب من الممكن أن يستغرق وقتاً طويلاً، أي أنه ليس بإمكانك مقارنة الفترة التي يستغرقها تداول طلبك مع الفترات التي يستغرقها تداول طلبات الآخرين. تأثير الجرائم على عملية طلب اللجوء. يتوجب عليك الالتزام بالقوانين الفنلندية في فنلندا.
إذا ارتكبت جريمة فسوف تتحمل مسؤوليتها، على سبيل المثال بتعويض عن الأضرار التي تسببت بها أو بالسجن. من الممكن أن تؤثر الجرائم أيضاً على عملية طلبك للجوء. العمل والدراسة. أنت ملزم خلال فترة الانتظار بالمشاركة في فعالية العمل أو الدراسة لمركز استقبال اللاجئين. يقوم مركز استقبال اللاجئين بتنظيم فعاليات أخرى بالإضافة لذلك، حيث إنه بإمكانك المشاركة فيها. بإمكانك أيضاً تقديم طلب للدراسة أو للعمل خارج نطاق مركز استقبال اللاجئين. لديك الحق في العمل بعد 3 أشهر من تقديم الطلب، إذا تم إثبات أن لديك جواز سفر من بلدك أثبت بأنه أصلي. إذا لم يكن لديك جواز سفر، فبإمكانك البدء في العمل بعد 6 أشهر من تقديم الطلب. الحق في العمل سار المفعول إلى أن يصبح قرارك قابلاً للتنفيذ، أي حتى يصبح من الممكن إبعادك من البلد وفقاً للقانون.